معانا مين يا جماعه؟ الحاج محمود من كفر الشيخ، اتفضل. مسعود، يا حاج مسعود. ازيك يا باشا؟ يا اهلا بيك، اتفضل. عامل ايه يا معلم باشا؟ الحمد لله. في بس يا باشا مشكله عايز اعرضها على حضرتك، هنا في المراقبه العامه في كفر الشيخ. مالها بقى؟ بيشغلوا موظفين بمحضر ماده الاداره كده بطريقه عشوائيه. على حساب الجمعيات يعني؟ اه. تمام. وبيكلفوهم مديرين جمعيات ومدير حمايه اراضي. ايوه. الموضوع ده، والموضوع ده سبب في فساد مالي واداري في المناطق دي. ايه نوع الفساد بقى؟ فين الفساد في اللي انت بتقوله؟ الفساد؟ فين الفساد؟ انت بتقول لي في فساد، فين الفساد في اللي انت بتقوله؟ يا باشا الو. ايوه معاك، سامعك، انا بتكلم معاك. فين الفساد؟ يعني هو تشغيل المحاضر مجلس الاداره ديت طريقه قانونيه؟ ما دلوقتي انت ما عندكش تعيينات. الجمعيات دي عايزه موظفين عشان تشتغل. فهو بيجيب ناس يعمل لها عقود او يشغلها على حساب جاري الجمعيات علشان انت قلت حمايه اراضي او مدير جمعيه، انت محتاج حمايه اراضي النهارده ولازم يشتغلوا، محتاج مديرين جمعيات، محتاجين امين مخازن، محتاج يعني عماله كتيره جدا. يجيبها منين؟ ويجي الفلاح يقول لك اصل انا رحت الجمعيه ما لقيتش موظفين. هو النهارده هو فين الفساد في كده؟ يا باشا موجودين يا باشا. الفساد ان هم بيسهلوا ان الجماعه اللي هم محاضر مجلس الاداره دولت مش على درجه في الدوله. مش على درجة في الدولة. هو أنت مش واخد بالك يعني إن أنا بقول لك مفيش تعيين؟ يا باشا ماشي، ما هو عشان مفيش تعيين نقوم نزل الزراعي في المراقبة. في المراقبة. عشان يعني أنت راجل مهندس ومتعلم يعني. علشان تقول لي فساد، قول لي في فلان الراجل ده موجود في المكان بتاعه بس ما بيخدمش الناس. الراجل ده عمل مشكلة وفي عنده عجز في الأسمدة وأنا معايا أوراق أهي. يا فندم لو سمحت، انما لما تيجي تقول لي على نظام موجود في الجمعيات ان هو فساد واقول اصل هم بيشغلوا ناس، ما هو لازم الناس تشتغل ولازم الجمعيات يبقى فيها موظفين، انما ان انا اعمم الموضوع واقول اصل ده فساد. وبعدين خلي بالك انت لو جبت لي كل الاوراق دي هقول لك اطلع بيها على النائب العام. انا وسيله اعلاميه ارشاديه اخدم الناس، اوصل الصوره كامله، انما انا يعني انت اتكلمت وعرضت المشكله وسالتك فين الفساد برضه ما ردتش. بشكرك يا مسعود. انا بقول لحضرتك يا استاذ، بشكرك عشان ما بحبش الجدال، لان انا عايزك يعني انت راجل مهندس زراعي، ما حدش يقفل الخط يا جماعه، يعني الراجل من حقه يكمل مكالمته للاخر. طب اسمعني بس يا باشا، انا عايزك، انت مهندس زراعي بتشتغل في المراقبه، ايه العمل اللي انت بتقوم بيه؟ انا مش راضين يكلفوني باي عمل. ليه بقى؟ مش جاي على مزاجهم. في الشغل ما فيهوش مزاجهم، الشغل فيه انت راجل مكلف على يعني مسؤول عن ايه في عملك؟ طبيعه وظيفتك ايه؟ انا مهندس زراعي. طبيعي، ما في مهندسين زراعي بيشتغل، واحد بيشتغل في حمايه الاراضي، واحد ممكن يكون شغال في الجمعيه، انت شغال في ايه؟ القيادات هنا مش عايزه المعين، مش عايزين المعين. انت مسؤول عن ايه؟ انا مش مسؤول عن اي حاجه خالص. ازاي؟ امال بتاخد مرتب ليه؟ هم مش عايزين يكلفونه بشغل، هم مش عايزين المهندس المعين، علشان عايزين يشغلوا محاضر مجلس إدارة، لأنهم بيتواطؤوا مع الأهالي في موضوع التعديلات على البناء على الأرض الزراعية، وبياخدوا مبالغ مالية وبيستفيد. طيب منها. أنا حماية لكل الكلام اللي قلته ده، هتسيب لي رقمك المكان ده، هكلم حماية الأراضي أشوف المحاضر اللي اتحررت للبناء على الأرض الزراعية أخباره إيه، هشوف انت محتاج ايه في شغلك علشان الراجل ده نستفيد منه. انا جالي النهارده واحد بيكلمني بيقول لي انا عندي طاقه وعندي استعداد ان انا اخدم بلدي، يبقى انا واجب عليا ان انا امكنك من كده. نشوفها مع وكيل الوزاره، نشوفها مع مدير التعاون، نشوفها مع مدير المراقبه، المهم ان انا لما يكون عندي شباب وعندي رجاله بتحب بلدها وعايزه تشتغل اقف جنبها. انت من حقك يعني الكلام اللي انت قلته في الاول، يعني يا ريت كنت ابتديت وقلت لي انا شغال في مكان بس انا حاسس ان الناس مش مستفيده من شغلي. يعني انت راجل محترم يا باشا. الله يكرمك. الراجل اللي يكون في يا باشا قرار استبعاد لست مهندسين زراعيين من السيد المحافظ، قرار استبعاد من السيد المحافظ باستبعاد سته منهم. ليه؟ ورجعهم مدير المنطقه دون علم المراقب او انتهاء التحقيقات، يعني ده فساد ولا مش فساد؟ يبقى نحن نبلغ بقى الجهات المعنيه بيه. انا عايز اعرف دلوقتي محافظ طلع اصدر قرار باستبعاد سته من اللي هم المحاضر. خلي بالك عمر ما المراقبه هتقدر ترجعهم في الخفا، مفيش حاجه بتستخبى وانت اكيد عارف كده كويس جدا. والله يا باشا اقسم بالله رجعوهم في الخفا. نشوف بقى احنا الموضوع ده. انا بقى معاك، انا معاك في الموضوع ده لاخر مرحله عشان نشوف ايه اسبابه
وهل الناس دي رجعت لعملها لحين انتهاء التحقيقات وفي قرار صدر بكده ولا لا؟ طب لو انت عندك جاي لك اختار ان الناس دي موقوف عن العمل باي وجه حق كلفتهم بعمل تمام. انت نفسك نشوف ايه وضعك وايه اللي احنا ممكن نساعدك فيه، عشان انا يهمني ان انت راجل، انت متخصص في ايه؟ تخصص انا انتاج حيواني. انتاج حيواني. طيب انتاج حيواني، انت النهارده عليك مسؤوليه كبيره جدا، انت النهارده عندك تراخيص مزارع المفروض الناس بتيجي تقدم طلبات، عندك حملات ارشاديه، عندك حملات تحصين الانتاج الحيواني مشترك فيها، والمحافظه بتقول احنا ما عندناش عدد كافي وبتستعين بكل القطاعات، يعني ايه مش شغال؟ يا باشا انا رحت للبين مراقب كذا مره علشان يمسكني مدير حمايه اراده ولا مدير جمعيه، مش عايز، مش لا هم مش عايزين اي واحد معين خالص، لان المعين ده بيتعبهم في ايه؟ هم عايزين الشمال اللي هو محضر مجلس اداره اللي ما فيش سلطه. بص انا برضو هرجع وهختلف معاك تاني، هم اصلا عايزين الشمال ومش عايزين اللي بيتعبهم، على اي اساس حددت ان انت هتتعبهم وان هم الشمال؟ انا ليا وضع بتعامل معاه وليا يعني تواصل مع المسؤولين لغايه لما نعرف المراقبه عندكم شغاله ازاي ومين اللي مسؤول عنها، ونتابعها مع المسؤولين وهتلاقينا بنكلمك ونتابع معاك. بشكرك يا مسعود.